السلام عليكم اخوتي. اليوم بغيت نهضر معكم على يعني والله العلي العظيم والواحد قلبه ضره من الفيديوهات من المنشورات اللي راهم كاينين في الفيسبوك. يعني والله ما تقدر تهضر بلا عذرينك تهضر، ما تقعدش تكون تعرف كلمات ولا عندك هكا تهضر. دونك غادي نهضروا على قبائل، واش راه صاري في تيزي وزو النار وبجايه، وعندنا نهضروا كذلك على خونا جمال ربي يرحمه تعميله اللي قتلوه. هذا كاع اليوم في هذه الحلقه ان شاء الله غادي نهضروا ونوضحوا العلاقه بين العرب والقبائل. حسنا كما تعرفوا باللي ودي القبائل فيهم واحد الاقليه قليله، واحد 20% اللي يصلوا ويصوموا ويديروا شعائر تاع الدين الاسلامي تاعنا، وتقعهم يعني عندهم واحد العاطفه مع العرب. بس هذوك الاقليه ما يدخلوش رواحهم، دائما تلقاهم متحيزين وتلقاهم بعاد. تبقى 80% من القبائل، كي نقول القبائل نقول لك بجايه تيزي وزو بومرداس، وكاين فئه منهم عايشين في ارجي حاكمين مناصب حساسه. وها هذيك 80% فيهم واحد 30% يكرهوا العرب كرها شديدا اكثر من اليهود. قلني سيدي ياكل منك اللحم. هما اللي فيهم المنظمات تاع هذا المارك، وفيهم المنظمات تاع الرشاد، وفيهم المنظمات اللي مع الصهيونيه، وفيهم المنظمات اللي مع الموساد، وفيهم منظمات تابعه لفرنسا. هذيك 30%. وفيهم 50% يكرهوا العرب، بصح شغل ما يأذوش، بصح زعما كون يلقوك يقتلوا فيك ما يدافعوش عليك، خاطر هما يكرهوك. شو ما يأذيكش، هو ما يأذيكش، بصح يكرهك. كيما اللي صارت لخونا جمال في هذه الأربعة إرثا، ديجا غير تسمع الاسم تاعها يخوف، والله غير يخوف. هما اللي قتلوه شحال ماشي حاجة بزاف، بصح شفتهم اللي كانوا مدورين به، دوك 200 واحد هذوك كاع يكرهوا العرب. هذوك كاع اصلا يتصوروا معاه بالسيلفي وواقفين، وواحد يسب من بعيد هي كرهوا. هذا ثاني راه مشارك معاهم في الجريمه. هما اللي قتلوه كيما شفتوا ماشي عباد نورمال، هذوك منظمه ديجا كانوا صحابه من قبل كل شيء. هذوك منظمه اللي قتلوه كاين تصفيه تاع حسابات وخلاص باش يديروا فتنه بين العرب والقبائل. حسن باغي تعاون خويا وعاون طارف وعاون قالمه وعاون الشاويه، خطيكم من القبائل. القبائل راكم تشوفوا باللي الدوله اصلها جابده روحها. الدوله راه تبعث لك ميساج بالعربيه تموت في القبائل، سموك الله يسهل يقتلوك في القبائل الله يسهل. كان حنا عندنا في الولايات تاعنا داروا واحد كيما هكا كره لابوليس كونفوا بياري الدنيا التحقيقات جبد منا جبد، بصح كي تصرى حاجه في عند القبائل يا ما يصرى والو، يا واحد ما يهدر، يا تقول هذه تيزي وزو ماشي تابعه للجزائر، تقول تابعه لموريتانيا ولا تابعه للمالي. ما كانش انا تشوف لي الدوله غايبه، ما في الاعانات بعثوا لهم غير شوي. انت هي دير لوطو تاعك الكومبيس وماشي كونكواني، ماشي نعاون. انت مارك ماشي لا تعاون ولا والو، انت بيك دير لي فيديو، انت بيك دير لي بوست منشورات تطلقهم في الباجا عندك في الفيسبوك. كونكوا انا تاني كنت تما وكنت واقف مع خاوتي بركا ما تخرطوا. ونزيدكم كلمه هذه تاع الفتنه، هذه فتنه هما يهضروها، قبائل يهضروها، دايرينها كحله وزيدوا يهضروها. وخطر يخرج لك واحد حنا يقول لك اودي هذوك ما يمثلوناش. يا ودي كيف ما يمثلوكمش؟ يا ودي هذوك قبائل كيف بركا ما تحشونا، هذوك قبائل كيما نتوما وعايشين معاكم بكري بركا ما تخرط. نتوما قاع تاكلوا رمضان، نتوما قاع عندكم الشراب في الفريجيدار. كون يسمعني واحد قبائل على بالي بلي ما يعجبهاش الحال، كون تكون فيه غير ذره تاع قبائل والله ما يعجبها الحال هذه الهضره. بصح هذه هي الحقيقه، قبائل يكرهوكم. باغي دير الخير دير فيها في والديك، دير في جوارينك، دير في ولايتك، دير عند الشاويه الرجال، دير عند الشاويه الرجال، تدي عند القبائل. القبائل يكرهوكم يا سيدي ربي. هذا انا كنت نخدم في وسطهم ونعرفهم مليح. تروح لبجايه دوموندي قهوه تهضر بالعربيه، الغاشي كاع يشوفوا فيك. يا يكرهوا اللغه العربيه. حنا كنا نروحوا نخدموا في تيزي وزو وبومرداس، اقسم العربيه ما كانش كاين قبائليه والفرنسي. انا انخلعت ما كانش عربيه، ولقينا لي بار فيلاج صغير تلقى فيه بار، فيلاج غير صغير هكا صغير دوار تلقى فيه بار. ونزيدكم حاجه، قبائل والله ما يستحقوا الاعانه تاعكم. 80% لاباس عليهم، بخير عليهم، طاف فيلات كي دايرين اللي في وسط الغابات، والطريق لا واصله ليهم، وتريسيتي واصل ليهم، كلشي واصل ليهم. ماكم والله ما يحتاجوا الاعانه تاعك، الماء تاعك، وهذا الكوفيرتا تاعك، والله ما يسحقوهم.
كما تزعف مدهم للشرق. هذوك القبائل هذوك ما يسحقوكمش، ناس بخير عليهم، ناس بدراهم وما سيدي مالك. أغلبية تاعهم والديهم وفاميلتهم حركة، أغلبيتهم يخصوا بالأورو، أغلبية 80% يخصوا بالأورو، وعندهم مداخيل، أغلبية عندهم دي رولاسيون في فرنسا. شكون اللي راهم يديروا هذوك المظاهرات تاع المثليين؟ القبائل والراية تاع الفرشيطة والمشاكل اللي راه تصرا دائما. مين راه تخرج من القبائل؟ على بالك واش قال لهم شار دو غول كي جا خارج من الجزائر؟ خطاب الأخير تاعه قال لهم أنا رانا خارجين من الجزائر، بصح خلينا وحدين يخافوا على مصالح فرنسا أكثر من الفرنسيين. في هذا المقصود تاعه واش يقصد؟ يقصد ضباط فرنسا ويقصد القبائل، خاطر شهو القبائل لو سال مارتو اللي تخدم به فرنسا باش تضرب الوحدة تاع الجزائريين. هذا هو لو سال مارتو، راه تدخل غير جهة القبائل، المنظمات والشي اللي راه يصرى غير جهة القبائل، وتقول لهم لا نضرب عليكم باش تتحرروا، على يقولها القبائل الأحرار. مي واش ما راهمش باغيين العرب يحكموا فيهم، هذه هي باغي يديروا دولة لرواحهم. هما ثلاث ولايات باغي يديروا دولة لرواحهم كيما هاكا باش تحكم فيهم فرنسا. هما اصلا كي راحوا طلبوا المساعده راحوا عند فرنسا يطلبوا في المساعده، باسكو بكري كان لديهم الولاء ليها وكاع، على بالهم باللي فرنسا ما تتخلاش عليهم. بصح لقاو رواحهم في المنظمات تاع الصهاينه بلا ما يفيقوا، لقاو رواحهم في المنظمات تاع الصهاينه. هما مهم واحد يدافع عليهم وخلاص. يعني هاد الدوله لا تال ملاقيه المشاكل من جهه هذاك القبائل وكاع تلقاها جابده روحها، باسكو كانوا لا بوليس يتصوتوا، كانوا جدارمية يتصوتوا، وما كان والو. انت فرد في وسط الدوله بلاتوني يتصوت وما كان والو، واحد ما يهضر ويديروا لواحهم على بالهم والو، ما بالك انت شعبي يا ودي؟ شعبي تتصوت ويتموت ونورمال، والله العظيم ما كان اللي سال عليهم، واحد ما يدخل الحبس وما على بالهمش كاع. هذه هي الحقيقة يا عربي، بغيت تقبلها قبلها، ماكش باغي تقبلها الله يسهل عليك، روح عاون القبائل. نهار اللي قلبك يشبعوك سبعة وتفالوا ويخطو عليك بالقبائلية، ثم تتفكر بلي هادو ماشي عرب، هادو الأغلبية تاعهم يا عبد الله، هادو الأغلبية تاعهم مسيحيين ودينين الصليب، عندهم جوانع وكلشي بصح ما يصلوش، يديروا فيهم الموسيقى ويلعبوا فيهم ولادهم. انتوما كاينين بزاف ما راش جايل، ما راش داير في الولايات، من الولايات عام ما خرجش، وما راش مخالطهم وما يعرفهمش مليح. تهلاو في رواحكم.